أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. طالب نواب في البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزراء كهرباء ما بعد الاحتلال الأمريكي للوقوف على أسباب استمرار تردي الطاقة على مدى هذه السنين. وقالت لجنة النزاهة النيابية إن إمكانية التحقيق مع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال، كون أغلبهم خارج العراق، مبينة أن محاولة توسيع دائرة التحقيق لا تخلو من أبعاد سياسية لتخفيف الضغط على الوزير الحالي وأن تكون المشكلة غير ملقاة على عاتقه. يذكر أنه تصاعدت الأصوات المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن الكهرباء بعد تردي الخدمة في ظل مليارات الدولارات التي تنفق في هذا القطاع. فوض رئيس الحكومة في بغداد عادل عبد المهدي وزيرة المالية أو وزير المالية فؤاد حسين اقتراض 200 مليون دولار لتحسين قطاع الكهرباء في البلاد، وأرجع عبد المهدي القرار إلى رغبة حكومته في تحسين واقع الكهرباء، وهو رقم يراه الخبراء أكثر بكثير مما يحتاجه العراق فعليا، ويحمل خزينة الدولة يحملها أعباء جديدة لا يمكن أن تتحملها. هذا وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي قد قال إن العراق بحاجة إلى نحو 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن انعدام الاستراتيجية الواضحة دفع الحكومة لمزيد من الاقتراض وبيع النفط دون الأسعار العالمية لسداد ديونها. أعلن السفير الألماني لدى العراق سيريل نون أن شركة سيمنز ستوقع عقد المرحلة الأولى مع وزارة الكهرباء في العراق الأسبوع المقبل لإنشاء محطتين بطاقة 800 ميجاوات. وقال نون إن الشركات الألمانية تعمل في كثير من النشاطات سواء كانت في مجال الطاقة والبنية التحتية للطاقة والمستشفيات وغيرها من المشاريع الأخرى. يذكر أن الحكومة في بغداد أعلنت الأسبوع الماضي توقيعها 4 اتفاقيات مع شركة سيمنز الألمانية بقيمة تبلغ 14 مليار دولار. أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى 72 مليار دولار. وقال البنك المركزي إن الاحتياطية الأجنبية يمكن أن يرتفع إلى ما يقرب من 86 مليار دولار، فيما لو قامت وزارة المالية بالاستفادة من ارتفاع عوائد تصدير النفط بتسديد 14 مليار دولار قيمة حوالات الخزينة التي خصمها البنك في أثناء فترة الأزمة المالية سعيا منه إلى تحقيق الاستقرار المالي آنذاك. قالت وزارة التجارة في العراق أنها اشترت نحو 4 ملايين طن من الحنطة المحلية، وأضافت الوزارة أن الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم السابقة، مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي. وأشارت الوزارة أن الموسم التسويقي قد بدأ في 15 من نيسان الماضي ومستمر حتى الآن. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.